الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكريم، تحية طيبة لكم على تكريمنا وتشريفكم للجمع العام العالمي، ولي عظيم الشرف صلاة المرسي نيابة على المكتب السيد أن أقدم لكم حصيلة عمل الجمعية، حيث أنه بتاريخ 5/30/2012 الساعة 10 صباحا بدوار ولاد الشيخ مزار حي زاد بلدية ولاد القمصطاط، تأسست جمعية زاد للتنمية والمحافظة على بعيد بلوغاد. انطلاقا من المسؤولية المضاة على عاتق أعضاء الجمعية القانونية والإخلاقية بخصوص إعداد تقرير بيت المسار حول الوضعية الكارثية التي تسببت فيها المنشأة الصناعية إسمنت الأطلس لساكنة الجوار ونخص دوار بلد الشافي والمزار في بلدية ولاد القمصطاط. أن الجمعية انطلاقا من الشكايات التي تلقتها وانطلاقا من مسؤوليتها القانونية وتماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة واستفهاما لروابط دستور المغرب الجديد، عكفت الجمعية على دراسة الوضع والوقوف على حجم الأضرار، وأعدت ملفا منظميا لمسؤولية الأضرار البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها ساكنة ولاد الشافي ولاد المزار في حي نزال بلدية ولاد، علما أن إنشاء هذا المركب الصناعي هو خطأ إداري لكونه لا يحترم المقتضيات القانونية والإنسانية. لذا الجمعية قدمت العديد من الشكايات لجميع السلطات الإدارية، ونظمت الجمعية وقفتين احتجاجيتين أمام مصنع إسمنت الأطلس، كانت الأولى بتاريخ 6/17/2012 والثانية بتاريخ 5/17/2014، وأصدرت بيانات في الأمر، لكن الجمعية لم تتلقى أي جواب. هذا قد قدم لنا الوالي السابق وعودا لتسمية الوضع، لكن لم يتم أجراء شيء ينكر، بل فاجأ الجميع بقرار صادم السماح للمصنع باستعمال النفايات السامة بدل الفيول، بعد أن قام سيادته بزيارة للمنشأة دون أن يخرج لساكنها. كما تحرك مارد مصنع إسمنت الأطلس في محاربة الجمعية، وسارت الجمعية التعرض للمضايقات الإدارية، حيث تم حرمانها من المنحة السنوية للمجلس البلدي لموسم 2012-2013، وتم غلقها قاعة اجتماعات بلدية في وجه أي نشاط للجمعية. أما السلطة المحلية فهي لا تقبل مراسلات الجمعية سواء عن طريق مكتب الضبط أو عن طريق البريد. عندما حاولت لقاء والي مجددا لم يصلح لها، حتى جرت حركة انتقالية في صفوف الولاة، فتقدمت بطلب لقاء بالوالي الجديد لمدة 5 أشهر، لم تتلقى أي رد، وقمنا بتذكير السلطة المحلية، غير أن التسويفات والتأجيلات لم تعد تستسعفها الأذان، ما يوحي أن وراء التماطل ما وراءه. وقد استطاعت الجميع من بلورة تصورها للمشاركة الفعالة والميدانية وفق برنامج حافل على الشكل التالي. بتاريخ 12/6/2012 تقدمت الجمعية بشكايات الضرر البيئي المستفيد منها طبعا ساكنة الولاد لمجموعة من الجهات المسؤولة بخصوص الأضرار التي لحقت ساكنة الجوار للمنشأة الصناعية إسمنت الأطلس، كل من باشا السيد الباشا رئيس المجلس البلدي، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس جهة الشاوية والضيغة، رئيس جماعة عين ضربة الحلاف، رئيس دائرة بلحمن، والي ولاية الشاوية والضيغة، مندوب وزارة التجهيز، رئيس قسم التعمير والبيئة، المركز الجهوي للاستثمار، الجمعية المغربية للمحافظة على البيئة. بتاريخ 22/7/2012 عدت الجمعية تقرير ميداني عن الساكنة المتضررة، وعكفت الجمعية على إعداد دراسة تقنية وإحصائية وتشخيص ميداني للتحقق من الخروقات التي تتعرض لها ساكنة الجوار من قبل المنشأة الصناعية إسمنت الأطلس. بتاريخ 15/11/2012 لقاء والي ولاية الشاوية والضيغة. في لقاء مع سيادة الوالي قدمت الجمعية عرض تفصيلي للحيف والأضرار التي لحقت ساكنة الولاد جراء إنشاء مصنع للإسمنت، وقدمت طعنا في دراسة الواقع البيئي وفي دفتر تحملات الشركة والتزاماتها، وطالبت بفتح تحقيق
وسلمت له ملفا به مجموعة من الوثائق والحجج. بتاريخ 17/11/2012 نظمت الجمعية وقفة احتجاجية نوعية أمام مصنع أسمنت الأطلس وأصدرت بيان للرأي العام حول ما تتعرض له ساكنة الأولاد من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية. تاريخ 8/12/2012 شاركت الجمعية في مسيرة احتجاجية، حيث شاركت الجمعية من خلال بمشاركة النقابات، وذلك بمدينة بن حمل، حيث شاركت الجمعية من خلال رفع لافتة بالمسيرة الاحتجاجية ببن حمل في إطار الوحدة النقابية، وتم الإشارة في بيانها بيان الوحدة النقابية للأضرار التي لحقت المنطقة من مصنع الأسمنت الذي لم يساهم في التنمية. وبتاريخ 17/12/2012 مطالبة المجلس البلدي متابعة المصنع قضائيا، وقامت الجمعية بمراسلة المجلس البلدي ومطالبته بمتابعة قضائية لمصنع أسمنت الأطلس حول التعويضات المادية والمعنوية ورفع الضرر على الساكن. بتاريخ 26/3/2013 قامت الجمعية بالتوقيع على مراسلة جمعوية، وذلك المستفيد منها مستعمل الطريق في إطار شركاء في إطار التضامن الجمعوي، حيث تم التوقيع على مراسلة جمعوية موجهة إلى المدير الجهوي لتجهيز السطات حول طلب اتخاذ إجراءات للحد من السرعة بمركز الأولاد. ومن تاريخ 11/4/2013 إلى 30/4/2013 قامت الجمعية بالتصدي للقرار العاملي بخصوص المشروع المتعلق بإعادة استعمال الوقود البديل، والمستفيد من هذا الأمر هو ساكنة الأولاد والجماعات المجاورة. أما الشركاء الذي تم قيام بهذا التصدي هم المواطنون. الاعتراض، قدمت الجمعية اعتراض بسجل بحث عمومي بمعية المجلس البلدي و30 مواطن وعريضة موقعة من قبل 125 شخص مرفوعة إلى رئيس الحكومة. بتاريخ 15/5/2013 زيارة الوالي بخصوص الترخيص لمحل بيع الخمور، مستفيد ساكنة الأولاد والجماعات المجاورة من الشركاء الفعاليات الجمعوية والسياسية. في لقاء سيادة الوالي تم تقديم عريضة احتجاجية موقعة من قبل 700 مواطن وبيان جمعوي معترضين على الترخيص لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية بالوجه. 23/6/2013 قامت الجمعية في إطار الائتلاف الجمعوي، وهنا دخلنا في واحد الشراكة، الجمعية دخلت في واحد الشراكة مع الائتلاف الجمعوي المكون من 4 جمعيات اللي هما جمعية بسمة لحافي الأولاد، وجمعية اليد الممدودة للخزازرة، وجمعية النور للتكافل الاجتماعي، وبالطبع جمعية مزالة للتنمية والمحافظة على البيئة كانت هي طرف هذا الائتلاف، وكنا كنديروا جميع الأنشطة مشتركة. قمنا بأول نشاط مشترك كان هو تنظيف مقبرة الأولاد، طبعا المستفيد ساكنة الأولاد، الشركاء هو الائتلاف الجمعوي، القيام بحملة نظافة بحرم مقبرة الأولاد التي استطالت أشواكها وطمست النباتات والحشائش ومعالم قبورها. بتاريخ 24/6/2013 توقيع على رسالة شكر للوالي، مستفيد طبعا ساكنة الأولاد، الشركاء التضامن الجمعوي، التضامن الجمعوي في جميع الجمعيات العاملة بالأولاد. تقدمت الجمعيات العاملة بالأولاد بتوجيه رسالة شكر لوالي ولاية شاور إثر قرار عدول عن الترخيص لفتح محل الخمور بالأولاد. بتاريخ 30/6/2013 تنظيم حملة نظافة بالتجزئة الحسنية لأولاد، طبعا المستفيد ساكنة الأولاد، الشركاء الائتلاف الجمعوي، نظمت الجمعيات حملة نظافة بالتجزئة الحسنية للأولاد، همت مختلف الأزقة والنقط السوداء بهذا التجمع السكري. بتاريخ 31/7/2013 تشخيص الوضع الصحي للأولاد،
شاركت الجمعية المستفيد طبعا ساكنة الأولاد في إطار تضامن جمع جميع الجمعيات قامت واحد اللقاء مع مركز وطنس ومركز السكن، حيث نظمت الجمعيات حملت شاركت الجمعيات في أشغال اجتماع مجتمع مدني بالطاقم الطبي بالمركز الصحي الأولاد لتشخيص الواقع الصحي بتاريخ 7/8/2013. قمنا بناء حملة نظافة ولكن في مصلى الأولاد ساكنة مستفيد طبعا ساكنة الأولاد شركاء هم الائتلاف الجمعوي، تنظيف وتجهيز مصلى الأولاد تحضيرا لصلاة العيد بتاريخ 8/8/2013. حملة نظافة بثانوية العيون التمهيدية بالولد المستفيد طبعا التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، الشركاء جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الثانوية والائتلاف الجمعوي. المشاركة في حملة نظافة بثانوية العيون التمهيدية التي همت العملية تنظيف الفضاء الخارجي والداخلي للمؤسسة من الأسبال والشواك وتشديد الأشجار وصباغة الأرصفة والواجهة وغلاء جير بالأشجار. هذو هما الأوراس اللي كان في حملة النظافة الثانوية. بتاريخ فاتح شوتنبر 2013 حملة نظافة همت مدرسة ثلاثاء الأولاد الابتدائي. طبعا المستفيدون هم التلاميذ والأطر التربوية والإدارية. الشركاء هو الائتلاف الجمعوي. القيام بحملة نظافة بالمدرسة الابتدائية شملت كنس وصباغة وتشديد الأشجار وتنظيف المراحل. بتاريخ 12/12/2013 زيارة عمالة الصطاد. الجمعية قامت بزيارة عمالة الصطاد طبعا المستفيد ساكنة الأولاد، القيام بزيارة عمالة الصطاد ولقاء الكاتب العام بخصوص الملف المطلوب للساكنة المتضررة من قبل مصنع أسمنت الأحمص. بتاريخ 18/12/2013 المشاركة في تشخيص ترابي. المستفيد طبعا ساكنة الأولاد، الجمعيات والمتدخلين. شاركت الجمعية في المشاركة في التشخيص الترابي لبلدية الأولاد المؤطر من قبل إدارة التعاون الوطني. بتاريخ 24/12/2013 توقيع على بيان جمعوي. ساكن المستفيد طبعا ساكنة الأولاد. الشركاء هم جمعيات جميع الجمعيات العاملة في الأولاد. توقيع على بيان استنكاري حول انفلات وضع الأمن في المنطقة وتعدد حالات السرقة والاعتداء. بتاريخ 16/1/2014 القيام بزيارة للمنشأة الصناعية إسمنت الأطلس طبعا المستفيد ساكنة الأولاد. القيام بزيارة للمنشأة الصناعية إسمنت الأطلس بتوجيه من السلطة المحلية غير أن الاجتماع لم يكتمل لتضمن اجتماع منطق ملتوي. ربما كانوا الإخوان كانوا فرضوا علينا شيء أمورات اللي ما كانتش كانوا الإخوان وكنا انسحبنا من الاجتماع. ف29/1/2014 زيارة مقر المركز البيضاء لشركة سيمنت. طبعا المستفيد ساكنة الأولاد، القيام بزيارة المركز المركزي لشركة إسمنت الأطلس بمدينة البيضاء ووضع طلب لقاء المدير العام. بتاريخ 5/3/2014 مشاركة في وقت احتجاجي ساكنة الأولاد والمعطلين. طبعا المستفيدين هو ساكنة الأولاد والمعطلين، شركاء وتنسيقية حامل الشوارع. تم تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة تنسيقية حامل الشهادات والدبلومات التكوين المهني والمعطلين بدائرة بالحلول أمام وذلك أمام مقر جماعة عين ضربة الإحلاف وأمام مقر دائرة بالحلول. بتاريخ 10/3/2014 توقيع على مراسلة جمعوية. طبعا المستفيدون هم مرضى المنطقة، الشركاء كان جميع الجمعيات في إطار التضامن الجمعوي. توقيع على مراسلة جمعوية موجهة لمصالح وزارة الصحة بخصوص الوضع الصحي بالولاد المتردي. بتاريخ 23/3/2014 قامت الجمعية بحملة نظافة في مدرسة الأولاد. مستفيد طبعا مدرسة الأولاد، الشركاء الائتلاف الجمعوي. تنظيم حملة بيئية همت الفضاء المدرسي للمدرسة الابتدائية ثلاثاء الأولاد.
بتاريخ 6/4/2014 غرس أشجار وأغراس بمدرسة ابتدائية ثلاثية الأولاد. طبعا مستفيد المدرسة الثلاثية الأولاد، شركاء الائتلاف الجمعوي، تنظيم نشاط بيئي في إطار الائتلاف الجمعوي بمدرسة الأولاد الابتدائية تضمن غرس بعض الأشجار والأغراس. بتاريخ 11/4/2014 مشاركة في ملتقى أدبي، مستفيدون تلاميذ إعدادية الشهيد الساقي الخزاز، شركاء الائتلاف الجمعوي ومجموعة من الأدباء، مشاركة في تنظيم الملتقى الأول بين الأدباء وساكنة الخزازرة والمنال بإعدادية الشهيد الساقي الخزازرة. 17/4/2014 تنظيم وقفة احتجاجية، المستفيدون طبعا من ساكنة الولاد، الشركاء هم المواطنون والهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع ولاد مراح وسيدي حجاج. نظمت الجمعية وقفة احتجاجية أمام مصنع إسمنت الأطلس، وهي الوقفة الاحتجاجية التالية وإصدار بيان للرأي العام، هو البيان الثاني حول ما تعرضت له ساكنة الولاد من انتهاكات وخروقات، وذلك بمشاركة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع ولاد مراح سيدي حجاج. بتاريخ 4/5/2014 تنظيم حملة نظافة بالمركز الصحي، طبعا مستفيد ساكنة الولاد، شركاء الائتلاف الجمعوي، تنظيم حملة نظافة بالمركز الصحي للولاد في إطار الائتلاف الجمعوي تضمن النظافة والصباغة وتغيير الزجاج المكسور وتشجيب الأغراس وطلاء الجيم الصور وصباغة الواجهة. 17/5/2014 تنظيم حفل ختان جماعي، المستفيدون 154 طفل من العائلات المعوزة بالمنطقة، الائتلاف أما الشركاء فكان هو الائتلاف الجمعوي ومندوبية الصحة. في إطار الائتلاف الجمعوي بالولاد وبالتنسيق مع مندوبية الصحة تم تنظيم حفل ختان جماعي لفائدة أبناء العائلات المعوزة والأيتام بالولاد والجماعات المجاورة، حيث استفاد 154 طفل، واشتمل الحفل على تقديم ملابس ومساعدات عينية وطبية، وتضمن أيضا فطور وغداء على شرف الضيوف والطاقم الطبي. بتاريخ 12/6/2014 المشاركة بلقاء تواصلي بالعمال، مستفيدون من الجمعيات، شركاء جمعيات إقليبستات، مشاركة في اللقاء التواصلي المنظم بمقر ولاية ستات حول موضوع الأنشطة المديرة للدخل رافعة للتنمية المحلية. 17/6/2014 توقيع على بيان جمعوي، المستفيد ساكنة المنطقة، شركاء في إطار تضامن جمعوي، شاركت الجمعية في التوقيع على بيان سكري بخصوص استفحال السرقة بالمنطقة. بتاريخ 6/7/2014 حملة نظافة بمقبرة الأولاد، المستفيد طبعا ساكنة الأولاد، وجرى هذا النشاط في إطار مع شركاء وهم تضامن جمعيات، مجموعة من الجمعيات خارج الائتلاف شاركت في حملة النظافة، حيث تم تنظيم حملة نظافة بمقبرة الأولاد بشراكة مع التضامن الجمعوي لتنظيفها مما عرق بها من قاذورات وأحجار وأشواك وأعشاب وحشائش. بتاريخ 21/7/2014 حملة تبرع بالدم للفعاليات الجمعوية، المستفيد مرضى الحسن الثاني، مرضى مستشفى الحسن الثاني الخليلي، الشركاء الفاعلون الجمعويون حيث تم قيام بحملة للتبرع بالدم من قبل الفعاليات الجمعوية بمركز تحقن الدم بمدينة خريج. بتاريخ 6/8/2014 حملة التبرع بالدم بالمركز الصحي الأولاد، مرضى المستفيدون هم طبعا مرضى مستشفى الحسن الثاني بخريجة، الشركاء اللي ساهموا في هذا النشاط هم مواطنون الائتلاف الجمعي، تنظيم حملة تبرع بالدم بالمركز الصحي بالولاد لفائدة مركز تحقن دم بمستشفى الإقليمي بخريج. 26/7/2014
مشاركة في تنظيم حفل عيد العرش بمناسبة ذكرى 15. المستفيدون هم التلاميذ، حفظة القرآن، متقاعدين، وفعاليات مدنية مستكينة. جرى النشاط في إطار تضامن جمعوي، مجموعة من الجمعيات خارج الائتلاف. في إطار التضامن الجمعوي تم تنظيم برنامج احتفالي بمناسبة ذكرى 15 لعيد العرش المجيد، وتضمن الحفل مسابقة في تجويد القرآن ومحاضرة في زكاة الفطر، زائد حفل شاي على شرف الحضور، فقرة من الأمداح النبوية، توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة التجويد، توزيع جوائز على متفوق الأقسام النهائية على تلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما جرى تكريم متقاعدين برسم سنة 2014، وتوزيع الجوائز على فائزين بدوري عيد العرش وزيارة المعرض التقليدي لفن الخياطة. بتاريخ 27/6/2014 مراسلة الوزارات بخصوص ملف بيئين مصنع سيمات ساكنة المستفيد، طبعا ساكنة الأولاد. قامت الجمعية بمراسلة مجموعة من الوزارات بخصوص التماطل الإداري في التعاطي مع الملف بيئي لمصنع سيمات، وجرى مراسلة الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. 29/7/2014 مشاركة في لقاء تواصلي جمعوي. طبعا المستفيدون هم الجمعيات، الشركاء منظمة فضاءات الإبداع والتنمية للرباط. في إطار الائتلاف الجمعوي جرى تنظيم لقاء تواصلي مع الجمعيات بتأطير من قيادة منظمة الإبداع والتنمية حول مشاريع التعاون المستقبلي. 23/23/2015، خلنا السنة سنة 2015، 23/1/2015، توقيع على بيان حقيقة جمعوي. المستفيد هي صبعة بلدية الأولاد. الشركاء هم جميع الجمعيات الفاعلة في إطار تضامن جمعوي الفاعلة الأولاد، وذلك حيث قامت الجمعيات بالمشاركة في التوقيع على بيان حقيقة للرأي العام الوطني بخصوص أحداث شغب جماهير محسوبة على المداد في بلدية الأولاد. 18/4/2015، تنسيق في حفل تكريم التلميذ اليتيم وذوي الاحتياجات الخاصة. المستفيدون 45 طفل يتيم و8 من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشركاء هم فضاءات الإبداع والتنمية بالأولاد والابتلاف الجمعوي. شاركت جمعية زالة للتنمية والمحافظة على البيئة بالأولاد بالتنسيق والإعداد مع جمعية فضاءات الإبداع والتنمية بالأولاد، وكذا مع جمعيات الائتلاف لحفل تكريم تلميذ اليتيم وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تضمن الحفل تقديم فقرات بهلوانية ترفيهية للأطفال، فقرة خاصة بالأمداح النبوية، محاضرة دينية عن اليتيم، وجرى توزيع 8 كراسي متحركة، وتوزيع أحذية وملابس لفائدة 45 تلميذ من تلاميذ مدرسة ثلاثاء الأولاد الابتدائية، وجرى تكريم بعض الفعاليات المدنية، وتضمن أيضا حفل شعبي. بتاريخ 12/5/2016 تنظيم لقاء تواصلي، تنظيم لقاء تواصلي المستفيد هو المجتمع المدني. مشاركة الفعاليات المدنية، حيث نظمت الجمعية لقاء تواصلي مع المجتمع المدني بخصوص تداعيات مشروع استعمال نفايات استخراج الطاقة الحرارية. بتاريخ 17/5/2016 تنظيم حملة بيئية تحسيسية بالولاد. مستفيد طبعا ساكنة الولاد، تحسيس ساكنة بمخاطر استعمال نفايات كوقود لمصنع اسمنت الأطلس وتأثيره على الساكنة المجاورة.
من جوج خمسة إلى من جوج خمسة 2016 إلى 20/5/2016 قامت الجمعية بالتصدي لمشروع متعلق بإعادة استكمال ميزانية استخراج الطاقة الحرارية بمصنع سيمات. المستفيد ساكنة الولاد والجامعات المجاورة، الشركاء المواطنين، حيث تم الاعتراض بسجل البحث العمومي بمعية جمعية حقوقية و 187 مواطن وعارضة موقعة من قبل 97 شخص. وعليه فلا يستطيع التقرير الأدبي حصر كافة التحركات التي قامت بها الجمعية قصد تحقيق أهدافها على مر 4 سنوات، ولكن حاولنا تقريب الصورة ونسأل الله العمل خالصا لوجه الله. وفقنا الله وإياكم لتحقيق ما نسبوا إليه كل القيومين على بلدهم تحت القيادة الرشيدة لراعي التنمية وناصر البيئة الأول ملكنا الهمام ورائد البلاد جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين وأقر عينه بولي عهد الأمير جليل مولاي الحسن وشد عضده بصنمه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.